بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي واحبابي المشاهدين في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. اسعد بان اكون معكم في اولى حلقات برنامجكم الاسبوعي كل يوم جمعة الساعة 8، برنامج بلدنا الحلوة. أسعد بأن أكون معكم محمد أنور وصديقي العزيز ربيع فريد. أهلا ربيع. أهلا بك يا محمد، وأهلا بالسادة المشاهدين. أعزائي المشاهدين، نحن معكم اليوم في أولى حلقات برنامجكم بلدنا الحلوة على قناة الصحة والجمال. النهاردة هنتكلم عن كل ما يشغل حضراتكم وأي حاجة حضراتكم بتفكروا فيها بخصوص الجن والعفاريت أو والقرين أو أيا كان، أي حاجة تخص هذا الموضوع. لكن النهاردة احنا في صدد انتظار يعني شخص مهم جدا وان شاء الله نستفاد منه كتير، هو الشيخ احمد زرد. هو ان شاء الله في الطريق وهيبقى معانا في الحلقة ان شاء الله. طبعا احنا دورنا كتير على مواضيع، يعني اهم موضوع نبدأ بيه حلقتنا واولى حلقاتنا، فما لقيناش افضل من موضوع الجن والعفاريت والاعمال والاسحار. وهذا موضوع بيشغل رأي الناس مش في مصر بس، في الوطن العربي وفي العالم جميعا. فاحنا ان شاء الله النهارده هنتكلم عن هذا الموضوع بكل جوانبه، واي حاجه تخص الجن واي حاجه تخص ظهور الجن وتشكل الجن والاعمال والسحر وكل شيء. وطبعا في يعني في بعض المقولات اللي هي او المعلومات المغلوطه المتخذة عن الجن وعن العالم الآخر والعالم الخفي. إن شاء الله النهاردة هنوضح كل هذه الأمور. وطبعا أول حاجة نبدأ فيها اللي هو كبيرهم، كبير الجن اللي هو إبليس. إيه هو إبليس؟ وفي بعض الناس بيلتبس على الأمر، هل إبليس دوت من الملائكة أو من الجن؟ هو في حقيقة الأمر إبليس من الجن، بس فيها في القرآن يعني بتجمع إبليس مع الملائكة، وهي إذكار ربك للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فالناس يعني بعض الناس بيحسبوا ان ابليس مع الجن، بس ده من الملائكه، بس دي معلومه خاطئه. هو قصه ابليس ان هو كان جن عابد وكان مخلص في عباده ربنا سبحانه وتعالى، ووصل لدرجه كبيره جدا من العباده. ويسكن الملائكه تسجد لادم فسجدوا الا ابليس. فاذا ابليس الناس بتقول ان هو من الملائكه، لا هو مش ملائكه، هو كان من جن العابدين، وصل لمرحلة عالية جدا من العبادة، فإلى أن سمي طاووس الملائكة وكان موجود مع الملائكة في السماء. وطبعا اللي كان يسكن الأرض قبل خلق الإنسان الجن، والجن كانوا بيسفكوا الدماء ويسعون فسادا وبيقتلوا بعضهم البعض، إلى أن أمر ربنا سبحانه وتعالى إبادته من الأرض. فالوحيد اللي كان موجود مع الملائكة هو إبليس. فإلى أن بقى جاء خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، حصلت الغيرة هنا. وطبعا عارفين القصة، يعني لما إبليس قال لربنا سبحانه وتعالى أنت يعني ده خلق يعني بيتهكم على الإنسان، خلقته من طين وخلقتني من نار، إن هو أفضل مننا. ومن هنا ابتدى إن يطرد منها، يطرد من الجنة، وخلق الإنسان وتعمير الأرض. كمان الجن كانوا يسكنون الأرض وكانوا يسعون فيها فسادا وكانوا يقتلون بعضهم البعض، وأمر الله عز وجل الملائكة أن يطردوا الجن من الأرض وأن يهلكهم، وذلك استندا لقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. كمان وهزله ده راجع كمان للفساد وسفك الدماء في الارض من الجن. كمان في عده اسئله ان شاء الله يعني هنكون في اجابه عليها ان شاء الله في الحلقه، وهي هل الجن موجود معانا على الارض فعلا الى الان؟ يعني الجن ان شاء الله هنتكلم طبعا النهارده عن كل ما يخص الجوانب الجن من كل ناحيه، الجن موجود او مش موجود. ففي ظل موضوع الجن بقى لنا فتره بنتابع في مغامرين بيخشوا بيقتحموا أماكن مهجورة وبيصوروا حاجات غريبة، حاجات بتتحرك لوحدها وتشكل الجن. وطبعا يعني بعد بحث كبير وفي مغامرين كتير جدا، لقيت
في مغامر قوي جدا وقلبه قوي جدا اسمه حسن بربر. فنطلع نشوف الفيديو بتاعه ونرجع لكم تاني ان شاء الله ونتناقش ونشوف ايه موضوع الحاجات اللي بتظهر دي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. والله يا اخوان تحركت لحالها هاي شغلات رهيبة. بس شو هاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والله العظيم في صوت يا اخوان حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم في نار. طبعا اعزائي المشاهدين بعد ما اتفرجنا على هذه اللقطات اللي يحبس لها الانفاس وطبعا يعني مليناش احسن من اللي علينا على الفيديوهات دي غير هو صاحب الفيديوهات ابو قلب حديد حسن بربر. حسن معانا؟ حسن ايوه حسن. الو الو حسن. الو حسن، انا عايز اسالك سؤال. يعني ايه اللي خلاك تعمل المغامرات دي؟ عايزين نعرف ايه السبب. والله هسه في اشكال كثير، يعني في اسباب كثير والله. طب قول لنا سبب، قول لنا سبب. اللي هو انا اللي خلاني ادخل واخوض مغامرات هاي اللي هو بسبب عام تلبس الجن للانسان. بس انت حسن انت صاحب الصوت. معلش هو الصوت يا حسن، انت الشبكه عندك. هو حسن طبعا مداخلته معانا من الاردن، وطبعا برحب بكل اهل الاردن حبايبنا. وحسن احنا يعني كان بودنا يبقى معانا ضيف النهارده بس لظروف كورونا وظروف السفر، فاحنا قلنا يبقى معانا في مداخله هاتفيه. حسن احكي لنا عن مغامراتك وقلبك بيجي لك ازاي؟ قلب تخش الاماكن المهجوره وتقتحمها كده بيجي لك قلب ازاي؟ هسا انا هسا اللي هي سبب، اول شيء سبب المغامرات هي ما كانتش لا فكره ولا حب للشهره ولا حب للمال، يعني للمال. تمام. تمام. فانا السبب الرئيسي اللي خلاني ادخل بعد ما شفت حالات او مثلا من ناس بعرفها، يعني فكان عندهم حالات تلبس اللي هي تلبس بالجن.
فاضطريت اني اسالهم، واضطريت اسال شيخ يعني، حتى يعني الشيخ اللي انا سالته كان كثير متمكن وكثير قوي. فقلت له شيخ يعني انا لما بدي اجي اقتحم من الاماكن هاي او بدي اروح اماكن مثلا موجود فيها الجن وكذا، فقال لي لازم اول شيء يكون في معك تحصين، ولازم يكون في عندك شغلات اساسيه اللي هي مثل الصلاه، مثل التحصين، الرقيه، عشان تقدر تدخل الاماكن هاي. بس احنا بصراحة قلت له حسن تمام. فدخلت اول مغامره كان ذي. اتفضل. طب بس احنا في سؤال مهم يا حسن بيطرح نفسه، يعني في ناس بتقول ان انت ما بي يعني البشر في طبيعتهم الخوف، فهل انت بصراحة كده وبكل صراحة هل انت معاك مثلا جن بيساعدك على ان انت يبقى قلبك جامد كده وتخش الاماكن دي؟ لا لا، معي رب العالمين اكيد. ونعم بالله. طب الاماكن دي يا يعني حسن انت هسه كفايه نذكر اسم رب العالمين، لانه اذا حضر القران في اي مكان فكل شيء بيضعف. طبعا طبعا ونعم بالله. خليني اسالك يا حسن، يعني الاماكن حتى البني ادم، بني ادم نفسه فهو بيضعف. هو حسن سمعني سمعني، سامعك بس في فرق. سامعك سامعك. الاماكن دي اللي انت بتدخلها، انت بتدخلها لوحدك ما معكش حد؟ يعني انت اللي بتصور وانت اللي بتخش تعمل لوحدك، مفيش حد معاك خالص؟ لا انا كل اماكني وكل الدخول لوحدي طبعا، ما بكونش معي لا مساعد ولا حد، حتى ما في حدا بكون عارف المكان اللي انا بدي اغامر فيه او المكان الموجود انا فيه. فهو انا بكون في فرق يعني انه انا لحالي، فهمت كيف علي؟ لكن ما اصابكش اي حاجه، لبس جني او اي حاجه من اللي انت بتعمله ده؟ ما فيش مره كده مثلا انت اصبت مثلا بلبس جني او اي حاجه من الحاجات دي؟ لا 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 الحمد لله. بس انه مره واحده تاثرت انه يوم ما خبطت انا على سحر، فحارس السحر اللي بيكون موجود على السحر نفسه فهو ضربني بالحيط، فهمت كيف؟ فبعدها جبت الشيوخ للمكان هذا اللي هو كان فيه السحر، والشيوخ بلشوا يعالجوا ويعملوا اجراءات السحر ومي وملح وقران وقراءات وكذا، فحتى فكوا السحر وكسبنا اجر. هسه انا هو يعني انا نوع مستكشف، انا مالي نوع بانواع السحر ولا اي نوع من ثاني، انا نوع بس مغامر وبدخل اماكن، لانه انا لان المغامره هي مش سهله، او دخول مكان مهجور مش سهل، لانه في استئذان وفي طرح وفي سلام وفي اكثر من شغله. طب يا حسن احنا عايزين، يعني انا متابعك ومتابع مغامراتك وحركاتك انت والجن كريش، وكريش دوت يعني مجنن يعني كل متابعينك كريش وجنية كريش، فعايزين نعرف ايه قصة كريش وايه، يعني انا عارف ان هو تشكل كذا مرة وظهر، فاحكي لنا عن قصة كريش، مين هو كريش دوت ومين جنية هسا كريش؟ كريش هو نوع من اللي بدك تحكي انه بشر، تمام؟ بس هسا في يوم من الايام، فهذا كان شاعر كان اسمه مصطفى الحقيقي يعني على الارض، يعني انه موجود كان اسمه مصطفى، فكان يدعي بالشعر. ففي يوم من الايام زهق انه يحكي شعر للعالم وهيك، فراح عمل الشعر لحاله وعمل شعر لرب العالمين. فلما عمل شعر لرب العالمين فعكس الشعر على ربنا، وقعد قدام مراية، تقريبا قاعد قدام مراية وهو بيحكي شعر ساعة كاملة، فالقرين اتواصل معاه عن طريق المراية، فقال له انا بدي اخليك انك انت تشوف كل شيء بالارض، او تخليك تحكم على شغلات كبيرة في الارض، بس انه اذا تتبعنا. يعني هسه مثلا هسه ما في حدا بيقدر يتبع العالم الاخر غيره، اذا بيطلع منه غير في مصيبة، طبعا فهمت كيف؟ فقريش هون اتبع العالم الاخر وعشقته، وصار في عنده عشق من قبل جنيه اللي هي بسموه، كانوا يسموها انه العاشقه لقريش او جنيه قريش كانوا بسموها يعني في المصطلح، تمام لانه هاي قصه واقعيه واثارت الجدل يعني على السوشيال ميديا. تمام فقريش هون صار في عنده امر انه يقتل حاله ويقتل مرته ويقتل بنته من الجنية هاي، لأنه هي قصة قريش طويلة، فأنا بحاول أخلص لكم إياها تلخيص عشان تقدروا تسألوا يعني أكثر وأكثر يعني، احنا فهمت احنا كيف؟ اصلا يا حسن الكلام في التليفون مش هينفع، انا كان بودي ان انت تبقى معانا، واحنا زي ما احنا على اتفاقنا ان انت هتيجي ويبقى فريق في الاعداد هنا وفريق مصورين، نطلع لاماكن مهجوره ونصور ونشوف الموضوع ده على ارض الواقع، على اتفاقنا ان شاء الله وكلمه الوعد اللي انت قلتها لي. تمام ان شاء الله احنا لقدام يعني، ان شاء الله بعد ما تعدي ازمه كورونا على العالم كله ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. فممكن انه نعمل يعني فريق تصوير وندخل على اماكن مهجوره او اماكن بيحكوا فيه انه في خرافه، او بكون مكان مثلا اهل المنطقه نفسه انهم بيجظوا منه، لانه كمان لانه المغامرات بدك تدخلها باذن من الحكومه يعني، ويكون معك تصريح وكذا، فهمت كيف علي؟ ان شاء الله انا هرتب معاك باذن الله لقاء، وهيبقى لقاء بقى لقاء السحاب ان شاء الله. ان شاء الله احنا في النهايه طبعا بنشكرك يا حسن، ان شاء الله ربي. وبنشكرك، ولقاء اخر باذن الله تعالى ومغامرات اخرى، وربنا يحفظك يا رب ويسترها معاك ان شاء الله.
طبعا اعزائي المشاهدين، انتوا يعني سمعتوا بقى واحد من المغامرين اللي هو بيعيش اللحظات الرعب ديت وهو بيقتحم الاماكن، وطبعا زي ما طبعا انتوا هو شايفين كمان احنا سألناه قال ان هو بيدخل لوحده ومفيش حد معاه، فدي طبعا حاجة مش اي حد يعملها طبعا هو فعلا. طبعا احنا سايبين لكم بقى اللي حضرتك شفتوا الفيديوهات والنار اللي بتطلع لوحدها وبعض الحاجات اللي بتتحرك لوحدها وكمان ما ننساش نذكر سادة المشاهدين بوجود الشيخ احمد معانا ان شاء ان شاء الله. الله احمد دكتور في الشيخ احمد الطريق ان زردت شاء باذن الله. الله في احنا على يعني هو على وصول باذن الله، ان شاء الله وهنتكلم برضو لان الشيخ احمد من المعالجين بالقران وليه حاجات كتيره جدا يعني خارج الطبيعه، يعني ان شاء الله هو نتكلم معاه ولما يبقى موجود. وطبعا احنا بالنسبه للسحر والجن طبعا مذكور، يعني الجن مذكور في القران في وقال عفريت من الجن انا اتيك بها قبل ان تقوم من مقامك، في قصه سيدنا سليمان وعرش بلقيس. وقال الذي عنده علم من الكتاب، يعني ان في برضه الانسان اعلى من الجن، فالانسان هو اللي جابه قبل ان يرتد اليه طرفه. ده قصه الجن مع سيدنا سليمان. في مس شيطاني او مس الجن ذكر في مع سيدنا ايوب. سيدنا ايوب لما قال ربي اني مسني الضر، ربنا يمسنا الدور. فالمس هنا مش مس جسدي زي والحاجات دي طبعا هنتكلم فيها لما الشيخ احمد يجي. بس وفي فيديو معانا تاني ان شاء الله هنطلع نبص عليه ونيجي نتكلم اكتر عن مواضيع الجن وعن الملكين المعلقان ببابل هاروت وماروت اللي بيعلموا الناس السحر، وكل ده وكل التفاصيل بعد الفيديو. وهيكون معانا الشيخ الشيخ احمد احمد زرد ان شاء الله باذن الله، ان احمد شاء الله زرد باذن ان شاء الله. الله. انتظرونا بعد الفاصل ونرجو من اللي هو الساده المشاهدين اصحاب القلوب الضعيفه وما دون 18 عام، ولان الفيديو اللي جاي فيه مشاهد اقوى والفقره اللي جايه، ومع حضراتكم ونرجع لكم تاني ان شاء الله بعد الفيديو. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Aman kurban olayım. Yunus sen üzerinden kardeşim. Üzerinden hocam. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah'ın adı Süleyman'ın sözüyle. Allah'ın adı Süleyman'ın sözüyle. Bana bak. Cevap ver. Burada ne yapıyorsunuz? Burada ne yapıyorsunuz? Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. قسما بالله حاس بشعور غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يما بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا طلع لي هون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الرحمن الرحيم. يما بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يما لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعزائي وأحبابي المشاهدين في كل مكان، طبعا رجعنا لكم بعد لحظات الرعب اللي احنا عشناها قبل ما انتوا تعيشوها، والحاجات دي موجودة ما بيننا و وعايشه معانا، والجن موجود ومذكور في القران. فاحنا طبعا الاسئله كتيره جدا عن العالم الاخر والعالم الخافي، ما لقيناش افضل من حد متخصص في العلاج بالقران وهو الشيخ احمد زرد، وليه حالات كتير جدا معالجها. وبصراحه اللي خلانا يعني الشيخ احمد بالذات يعني يبقى ليه وضعه ويكون ضيفنا، المصداقيه وعدم يعني عدم تحصلوا على اي مبالغ ماليه بسبب العلاج اللي هو بيعالجه ده. انا بعد بحث كتير جدا، فبنرحب بك شيخنا الكبير. انا وسهلا ازاي حضرتك شيخ احمد. انا حابب اسالك سؤال، يعني هو في ناس كتير بتتكلم عليه وفي اراء، يعني اراء ضد ومع وجود الجن اصلا. احنا عايزين نعرف ايه هو الجن، وهل هو فعلا موجود في حياتنا معانا ولا لا؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا لا 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 يعني لا يصح لعاقل ان ينكر وجود الجن. في سوره في القران الكريم اسمها سوره الجن، قال الامام القرطبي: من انكر وجود الجن ووجود السحر فليبحث له عن ديانه اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الله جل وعلا بالمعجزات ليدعو الناس الى عباده الله وحاسهم على الطاعه، والحاجات اللي جيبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت اعلى من ادراك مستوى العقل. يعني ايه نزول ملك من السماء وهو جبريل عليه السلام على الانبياء؟ ومن الإيمان بالغيب، كل دي غيبيات. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بوجود الجن. وصف الله تعالى المؤمنين والمتقين بأنهم مؤمنين بالغيب، قال الله تعالى في أوائل سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بوجود الجن، لأنها حاجة أصلا لا ترى، قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أنا مؤمن هنا بحاجة لا ترى. أما عن طبيعة خلقهم، هم خلقوا من مارج من النار كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم. لما يعني هي مخلوقات غير جسمانية قابلة التشكل في أي شيء. يعني غير جسمانية، هو لهب، هو سراب. وخلق الجنة من مارج من النار. المارج هنا اللي هو اللهب، اللي هو السراب ده يا أستاذ محمد. تمام. فالجن بالطبيعة اللي ربنا خلقه عليها فيقدر يتشكل في أي شيء. طب ما هو مأكلهم ومشربهم ومسكنهم العالم الآخر ده، احنا يعني عايزين معلومات أكتر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن العظام والربص لأنه من أكل إخواننا من الجن المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل أخوة بين الإنسان المسلم والجن المسلم هي أخوة الإسلام. أما طعام الشياطين من لا يذكر اسم الله عليه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما حد بيجي ياكل المفروض يعمل ايه؟ يسمي الله. يسمي الله ليه؟ عشان الشيطان. اذا قدم احدكم الخلاء فليقدم القدم اليسرى وليقول: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اللي هم ذكور الجن واناث الجن. فطبعا هو هم متصفين يعني هم مكلفين لانهم عندهم عقول ومكلفين مثل الملائكه ومثل بني الانسان مثل البشر. قال الامام ابن تيميه طيب الله ثراه: إن الجن بصفة عامة بيقدر يتشكل لحياة وكلاب وعقارب وطير وآدميين وبقر وماعز وغنم وكل شيء، لأن الجن احنا قلنا مخلوقات غير جسمانية قابلة التشكل في أي شيء.
طب وده ياخدنا لسؤال عشان ما نعديش حته تشكل بالبني ادمين. في مقوله او فكر شائع ما بين الناس ان لو حصلت حادثه وفيها دم فالجن القريب من المكان بيروح يشرب من دم البني ادم اللي هو المتوفي دوت، ولذلك بيظهر في نفس المكان والحادثه وبتاني موجود. دي يا فندم في السينما المصريه زمان. انا لا اعلم لها اي اساس من الصحه. لا اعلم لها اي اساس من الصحه. طب كيف تشكله بالانسان ازاي؟ هقول لحضرتك، حدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واكثر من قصه تدل على ذلك، وفي الاحاديث الصحيحه المتواتره بلغت حد التواتر كمان. سيدنا ابو هريره كان حارس تمر الصدقه. كان ماسك تمر الصدقه، النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحراسه تمر الصدقه، فاتاه ات يعني لص بيسرق من تمر الصدقه، فسيدنا ابو هريره مسكه وقال لا ارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ان لي عيال وما فعلت ذلك الا لضيق الحال وكذا وكذا وكذا، فسيدنا ابو هريره رق له قلبه فتركه. نفس سيدنا ابو هريره صلى الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا فعل اسيرك البارحه الا حصل امبارح؟ قال يا رسول الله اتاني ات فجعل يحصد الطعام فرق الي قلبه فتركته، شكى الي حاله فتركته، فقال كذبك وسيعود. نفس تاني مرة عادوا، تاني يوم بقى قاعد مستني جاله تاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذبك وسيعود. ثالث مرة فقال والله لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك أو إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي، فإذا قرأتها كان عليك حافظا من الله حتى تصبح. فلما صلى سيدنا أبو هريرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله قال لي دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال ما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإذا قرأتها كان عليك حافظا من الله حتى تصبح. قال صدقك، وهو كذوب. أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ 3 أيام؟ قال من؟ قال ذلك شيطان. طيب شيخ برضو في سؤال، هل الجن يعني كان لهم عندهم ديانات؟ يعني كان في كذا ديانة للجن، وهل كانوا بيعبدوا ازاي؟ طريقة عبادتهم كانت ازاي؟ قال الله تعالى في سورة الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. قال تعالى وإن منا المسلمون ومنا القاسطون. فالجن ديانات زينا بالضبط، ديانات فيهم المسلم فيهم الكافر فيهم الملحد فيهم كل، يعني هم مكلفين زينا بالضبط. طريقة العبادة زينا؟ طبعا الجن المسلم بيأخذ علمه من بني آدم. يعني النهاردة الجن المسلم ممكن يكون حاضر مجلس علم، بيأخذ علمه، لأن سلم بعث للثقلين الإنس والجن. يعني ربنا بعث للجن نبي جن، لأن سلم بعث للثقلين الإنس والجن، وبيأخذ علمه من الإنسان. طب وبالنسبة للغيب، عشان في بعض الناس اللي هم مش فاهمين طبعا بيقولوا إن الجن عالم للغيب وما يعرفوش إن هو زي البني آدم. هو يعني ده سؤال جميل جدا. بس عايز أقول لسعادتك على حاجة. هو النهاردة أي إنسان مهما كان قدره ومهما كانت قوته ومهما كان فضله على الله سبحانه وتعالى، هل يكون أفضل من النبي؟ لا طبعا. حلو قوي، متفقين. اه طبعا. هل يكون عند الله افضل من الملائكه؟ لا طبعا. الملائكه هم الملائكه الذين لا يعصون الله طرفه عين. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. حاجه فلسفه بقول لك بعرف الغيب. النبي نفسه قال لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الجن اللي هو الجن نفسه قال وانا لا ندري. طب سؤال بقى، اريد من في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا؟ سؤال بيطرح نفسه، اللي احنا شايفينه اليومين دولت من السحر وحاجات خارقه للعاده، والناس بتطير وناس بتخرج وناس بتختفي والكلام كبير قوي بدون ذكر اسامي طبعا، بس في حاجات شغله راي المصريين ومجنناهم بصراحه، وكمان نفيدي الناس برضو، الناس تبقى عارفه تقدر ان انت يبقى الناس عارفه الحقيقه. احنا عايزين نعرف لحضرتك. اتفضل. خلينا نتكلم من باب الكتاب والسنه والعقل والمنطق. تمام. السحر بينقسم لقسمين، سحر اسمه سحر تخيل وسحر اسمه سحر حقيقي. السحر الحقيقي اللي هو سحر الاعمال، وإن مثلا سحر على دولابيد بن الأعصم والرواية في البخاري. أما سحر التخيل دوت يجي الدجال يروح يجي عامل لك رافع لك الترابيزة ده وهي موجودة زي ما هي، يطير لك في الهواء يديك 50 جنيه تطلع حركة 100 دولار، أيوة. يعمل لك مش عارف كده على الهواء. كل ده أستاذنا الغالي ده شغل تخيل. شغل التخيل دوت ممكن أقول لك طب ده أنا بصلي مش هشوفه وهو بيخيل لي، لا، لو سلم من هذا السحر أحد لسلم منه موسى عليه السلام. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. بيعمل إيه؟ يخيل إليه. فما قالش بعد أن يكلم ربنا وأعلم أهل الأرض وأنا وأنا وأنا، ومع ذلك فأوجس في نفسه خيفة موسى. ربنا تمأن وقال قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا إيه؟ كيد كافر، كيد ساحر. قال الله تعالى في آية أخرى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وتعقيب بسيط جدا، معلش اسمح لي. الجن لو يقدر يحرك عصاية كان يقدر يحرك الترابيزة والحاجات اللي احنا شفناها. تمام. مستحيل. سؤال تاني مهم جدا، هقول بس كلمة ومع ساعتك. ماشي. إن الله تعالى، والكلمة دي لكل الناس، إن الله تعالى إذا أراد
بقوم سوء سلط عليهم الجهلاء فلبسوا جلباب العلماء واخذوا يضلون الناس ويضلون. ده طبعا احنا هنيجي في قصه الدجالين والقصه بتاعت هنجيلها في وقتها في نفس الحلقه. السؤال بقى عشان ما نمشيش بره السحر، الملكان المعلقان ببابل هاروت وماروت، مين المعلقان وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ في روايه وردت في حديث ما انا اقول لحضرتك في روايه وردت في المسند. طب خليني يعني اشرح لك اللي بيصور في حديث ان امراه ذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فسالت عن الرسول فقالوا لها انه توفى، فقالت فقد هلكت هلكت. فالسيده عائشه سالتها ما بك يا امراه، فقالت لها ان يعني انا اتكلم بقى يعني بملخص الكلام عشان انا اختصارا، ان جت ان زوجي تركني فجاءتني عجوز وسالتني مالك، قالت لها جوزي تركني سابني ومشي يعني، فقالت لها طب انا هاجي لك بالليل، فجت لها بكلبين، هي تركب كلب اسود وهي ركبت معاها الكلب دوت، وذهبوا الى بابل في العراق فرايت ملكين معلق رجلين يعني دماغهم في الارض، راسهم في الارض وارجلهم في السماء، وسالوها انت جاي ليه؟ ف هقول لك بس السحر الى اخره. باختصار تمام، باختصار قصه الملكين اصلا والروايه ديت الذي لا اعلم لها اصلا من الصحه على حد علم القاصر، اصل ورد في المسند، ورد في المسند ان لما عصى ادم، والروايه ديت تثير جدل كبير جدا عند اهل العلم، عند بعض اهل العلم، لان الحافظ ابن حجر قال انها صحيحه والعلماء اجمعوا ان هذه الروايه لا تقبل سندا ولا نقلا ولا عقلا. تمام، وبرده هنذكرها من باب الاستئناس ليس من باب الاستشهاد. طبعا احنا بنذكر كل الشبهات عشان برضه اللي ورد في المسند. تمام. ان لما عصى ادم فقالت الملائكة يا رب نحن أولى بك من آدم، أنت ليه خلقت آدم؟ نحن أولى بك من آدم. طبعا. فقال الله تعالى اختاروا ملكان ليبتليان، فاختاروا هاروت وماروت، فنزل هاروت وماروت إلى الأرض، فأتت لهم امرأة عجوز شمطاء فقالت لهما اشرب الخمر، فقال لا لن نشرب الخمر ولن نعصي الله، فذهبت وأتت لهم بغلام فقالت لهما اذبح الغلام، فأبى فذهبت وقالت لهما لما جابت لهم الخمر فشرب الخمر، فلما شرب الخمر فلما أفاق قالت لهم ما تركتما شيئا مما طلبته منكما إلا فعلتموه، فعذب هاروت وماروت في بابل وصعدت هذه المرأة إلى السماء فمسخها الله إلى كوكب. دي رواية. تمام. قال الحافظ ابن حجر إنها يعني تقبل لسندها، والعلماء أجمعوا بأن هذه الرواية لا تقبل سندا ولا نقلا ولا عقلا. قال الإمام القرطبي بأن هاروت وماروت هم شياطين، ولا أرى ذلك يعني ما فيش الكلام دوت، لأن الله جل وعلا وصفهم بالملائكين، والأصل في الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم. طب الآية بتقول إن هم اللي بيعلموا الناس السحر ليه؟ أيوة، ما احنا لازم نوضح كل شيء. تعلم إذا موجودين إلى يوم الدين. تعلم السحر تعلم السحر، تعلم السحر مش حرام، ولا عمل به هو اللي حرام. ازاي تعلم السحر؟ ما انا اقول لك على حاجه كده هتخلينا لا خلينا. ايوه ما احنا لازم الايضاح عشان اجتزاء الكلام، يعني لازم الكلام على طول. اديني فرصه يا استاذ. اتفضل. تعلم السحر للوقايه منه، وفي نفس الوقت ربنا علم الناس السحر ليه؟ مش ربنا قال وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر؟ طيب حلو قوي. السحر دوت يا استاذنا الغالي هو علم. تمام. وعلم متعلق بعلم النجوم والكواكب والفلك، وفي نونية الإمام القحطاني قال لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان، علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد الله ليس يجتمعان. وللإيضاح عشان ما يلتبس الأمر على المشاهد، تعلم السحر كان ربنا قاصد منه هو يبرأ سيدنا سليمان عند الذي كفروه. أول الآية قال طيب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين والناس قالوا أن سليمان يحكم الأرض بشيء اسمه السحر. طب وليه ما نقولش ان هي ده مش سحر، ده معجزه؟ لان ده نبي. مش معجزه. لان يا فندم ما تاخدنيش من موضوع لموضوع، لان في فرق بين المعجزه والكلام. احنا بنفتح والسحر. دلوقتي احنا كده بنفتح في موضوع السحر، ان ما انا هقول لك بس في بعض يعني اصحاب العقول في فرق فضل. بين المعجزه والكرامه والسحر. المعجزه هي امر خارق للعاده، المعجزه لا تكون الا على يد نبي من الانبياء. السحر هو امر خارق للعاده لا يكون الا على يد انسان على اتصال بشيطان. تمام. اما الكرامه امر خارق للعاده لا تكون الا على يد ولي من الاولياء. باختصار شديد ربنا لما نزل الملكين عشان يعلموا الناس السحر كان المقصود هنا اللي هم يبرؤوا سيدنا سليمان. قالوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. في وقتها لا وبعد ذلك لا وبعد ذلك. طب ما يعني مين اللي هيوصل للملكين غير لما يكون كفر؟ من اي كفر؟ ما احنا يعني هو اعتقد ما حدش بيوصل لمرحله السحر دي غير لما يكون كفر. من اي كفر؟ مش ربنا قال على الانسان الملكين هما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر؟ اقاموا عليهم الحجه. يبقى اذا السحر كفر؟ لا فتنه. اتعلم السحر بس ما تعملش بيه، اتعلم السحر بس ما تطورش يعني علمك ده. السؤال يا شيخ يعني ولا اتعلم السحر هيتعلمه عشان يصلي بيه ويصوم؟ لا عشان خاطر بس اتفضل. ربنا لما علم الناس السحر علمهم ليه؟
عشان يبرأ سيدنا سليمان. ماشي، بس دي معجزة. سيدنا سليمان اللي كان بيعمله معجزة ودوت سحر زي ما حصل في قصة سيدنا موسى. السحر ليه فألقي السحر الساجدين؟ عشان عرفوا اللي سيدنا موسى عمله اعلى من السحر اللي هو معجزة طبعا. تفرق بين ده وبين ده. فلما بدأت الناس تطور تستعين بالشياطين وتطور علم السحر ده، بدأوا يأخذوا منه سحر التفريق وبدأوا يكفروا بالله سبحانه وتعالى. احنا ده نيجي بقى لقصة الأعمال. بدأوا ان هم طب احنا قبل ما نخش في الأعمال والمواضيع اللي هي شغلة رأي الناس كلها، احنا عايزين نفهم يعني ايه قرين. هل القرين ده من الجن ولا ايه هو القرين؟ وكل ما يعني اي حاجة تخص القرين عايزين نفهم. قبل بس ما انتقل للجزئية برضو عشان موضوع السحر. انت النهاردة لو قاعد على موبايل تمام، دخل على النت، في ايدك تجيب سورة قرآنية وفي ايدك تشغل موقع تاني، صح؟ طبعا. فانت بتتعلم السحر في ايدك تستخدمه في الخير او ما تستخدموش خالص، وفي ايدك تجيب تعمل بقى سحر كبشر يعني. بقى بص كل بقى يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما بالنسبه للقرين، القرين دوت قال العلماء انه الوسواس الخناس، وقال بعض العلماء انه شيطان ملازم الانسان، ما من مولود الا وكل به قرينا من الجن. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم بات في صحيح الامام مسلم بات عند حد غير السيده عائشه رضي الله عنها. الحديث يعني فيما معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم بات عند احد زوجاته غير السيده عائشه رضي الله عنها. فلما عاد اليها وجدها تتقلب في الفراش غارت يعني، فقال لها اجاءك شيطانك؟ قالت اولي شيطان يا رسول الله؟ قال ما منكم من احد الا وله قري. قالت حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، ولكن الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. كلمه اسلم هنا ما دخلش بالاسلام. تمام. كلمه اسلم هنا استسلم ورفع الرايه البيضاء، ما عرفش يغوي النبي، لذلك النبي قال ايه؟ فلا يامرني الا بخير. كان في نقطه كمان مهمه، ان احنا برضه عايزين نعرف، انت قلت لنا ان الجن حياته زي حياه الانسان بالظبط. تمام. طب يعني الجن كان بياكل ويشرب وبيموت وكده يعني؟ طبعا. سئل ابن مسعود في هذا السؤال قال هل الجن يموت؟ قال نعم. اليس قال ابليس لربه رب فانذرني الى يوم يبعثون؟ لو هو مش عارف ان هو هيموت هيقول الدعاء ده؟ رب فانذرني الى يوم يبعثون. طيب والاكل والشرب بياكل ازاي؟ ايه اكله وايه طريقه اكله يا فندم؟ هو مخلوقات زينا بالظبط، مخلوقات غير جسمانيه قابله التشكل في شيء، ياكل ويشرب ويستخدم الخلاء وكل شيء متصل. الجن ايام سيدنا سليمان كان ربنا مسخر له الجن وكان موجود وبيعمل اعمال. مين قال الجن مش موجود؟ مين قال الجن مش موجود؟ الجن قدرته الخاصه اللي كان بيعملها هذا امر. لا انا بتكلم على موضوع انت بتقول ان الترابيزه ما يقدرش يحرك الترابيزه وما يقدرش يحرك الكلام ده. الذكر يا شيخ احمد معلش، الذكر الجن ايام سيدنا سليمان، في برضه معلومه خاطئه ان سيدنا سليمان الجن كان هم يعني هم المسؤولين عن حفر الانهار والكلام ده. طبعا كان كده. بس حضرتك سيدنا سليمان جه بعد سيدنا موسى بكذا سنه. انا مش بتكلم في كده، انا بتكلم على ترتيب الانبياء. انا بتكلم على فسيدنا موسى فألقي في اليم، فاذا النيل كان موجود لان سيدنا موسى اترمى في اليم يا فندم. فاذا هم حفروا. لا محمد، انا مش قصدي على كده. بص يا شيخنا، انا مش قصدي على انا موضوع الجن ده عايز حاجه في حاجه مهمه انت مش واخد بالكم منها. معلش اتفضل. حضرتك قلت ان الجن ما يستطيعش يحرك عصايه ولا ترابيزه، بالرغم ان احنا مستفيدين كان بيعمل سيدنا سليمان كان بيفحت انا كنت بسأل حضرتك ان الجن دلوقتي، انا قلت في اول الحلقه ان الجن ما يقدرش يعمل كده. وايام سيدنا سليمان وقال يا عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، وان عليه لقوي امين او ان عليه لقوي لقوي امين. حلو كده. والجن كان بيفعل له قدور الراسيات وكل حاجه كتير جدا يعني. طيب هذا امر خاص بنبي الله سليمان. سيدنا سليمان قال ايه؟ وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. واللي بيدل على كلام ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفلت علي البارحه شيطان اراد ان يفسد علي صلاتي، كدت ان اربطه على سار المسجد ليلعب به الصبيان، ولكنني تذكرت دعوه اخي سليمان اللي هي ايه؟ لا ينبغي لاحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا مرديش يشارك سيدنا سليمان في ملكه. على سبيل المثال، الجن الاول كان بيصعد الى السماء بيسمع الملائكه وبينزل على الدجالين يقول لهم فلان الفلاني يحصل له كذا وكذا بكره. لما جاء النبي قال الله تعالى على لسان الجن وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. قال تعالى ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون يعني من كل كان جهة. اخر عهد كان عهد سيدنا سليمان، وبعد بس كده بعد كده الجن ربنا يعني حدده في قدرات معينه لا يقدر. ان سلم قال برضه النبي قال في حديث صحيح قال ان الشيطان لا يكشف اناء ولا يفتح بابا مغلقا، لا يكشف اناء ولا يفتح بابا مغلقا، ما يشيل اي حاجه ولا مستحيل حاجة. وخلي بالك لو الجن يستطيع ان ينقل شيئا من مكانه ما بقي الحال على ما هو عليه، كل واحد عين جنيه في بيته هيتسرق. كل واحد عين ذهب في بيته هيتسرق. طب يا شيخ احمد بالنسبه للاسحار، وانا شايف لك يعني جزاك الله خيرا ان انت حامل تنظيف المقابر
الازازه، الزجاجه دي جات لي تساؤلات الدنيا كلها، هي ايه بقى؟ ايه موضوع الزجاجه؟ لا هي بتتحرك ازاي اصلا؟ بتبقى ايدك كده بتميل كده ازاي لوحدها؟ يعني وازاي بتعرف المكان اللي فيه السحر وتروح تطلعه؟ عايزين نعرف، عايزين نعرف. واحنا ان شاء الله معانا برضو بعض الفيديوهات هنعرضها لحضرتك، اللي هي موضوع الزجاجه واستخراج الاسحار والكلام ده، فكلمنا ايه موضوع ال. طيب حاضر. اولا احنا بننزل المقابر او بننزل نستخرج سحر لاحد المرضى، فطبعا المقابر لها حرمه، وفما يكون حي جوه المقابر. طب احنا ينفع يعني واحنا بنتكلم كده نجرب موضوع الزجاجه ده على الهواء؟ هينفع عادي المشكله. ينفع؟ طب ده طيب. طب يلا هشرح لك بس الاول. نستاذن الاعداد، نستاذن الاعداد يجيبوا لنا زجاجه. المطلوب زجاجه وايه تاني يا شيخ؟ طب بص قبل اي حاجه، بس الزجاجه قبل ما يحضروها عايزين ازازه وورقه وقلم بس. ماشي، زجاجه وورقه وقلم. هو ليه علاقه الازازه؟ ليه علاقه بالورقه والقلم؟ يعني هقول لك ليه. طيب حاجه بص، اولا الازازه بس اهم حاجه ما تجيبلناش عفريت تعفرط. لا لا مش كده عفريت، ما تخافش عشان الراجل دوت انا جابه بالعافيه في الحلقه دي. ماشي كل حاجه جاهزه. اتفضل. شكرا. انت جايبين شمعة كمان؟ جايبين شمعة قلم؟ في قلم يا زلمة؟ انا معايا قلم. انا ماشي. ايوه جاهز انت يا شيخ. بص طب خلينا نتكلم بس باختصار شديد. ماشي. بالنسبه للازازه طبعا المياده عاديه خلاص، صح كده؟ لو شفت الفيديوهات هتلاقي الازازه بتعمل انجذاب لاي حاجه فيها طلسم اللي هو السحر، تمام؟ يعني دي ميه عاديه ممكن نشرب منها وكده؟ ماشي. انا عطشان اصلا ف انا اشرب منها كمان وهو بعته بقى يزودها. ماشي. هي لازم تبقى مليانه على خيره ولا؟ طب معلش هنتابع معاك. بسم الله. الازازه بنقرا عليها ايات من علم القران الكريم، وبتعمل انجذاب لاي حاجه، لاي المكان اللي فيه السحر او المكان اللي فيه الطلاسم عموما. طيب الموضوع دوت مستحدث، لم يكن في عهد النبي، ولم يكن في عهد الصحابه، ولم يكن في عهد التابعين، عشان برضو من الاشكاليه اللي عندنا. اشمعنى الميه يا شيخ؟ ممكن نحط فيها اي حاجه غير الميه؟ لا هو السحاب انها، لان الميه ما بتشيلش دم، تحمل اي شيء من النجاسات والكلام ده. هي مش القصه اللي جوه الازازه، القصه ازاي؟ طيب ما انت لو شفت الفيديوهات هتعرفها. اكيد هتعملها لنا دلوقتي ونعرف ازاي بتميل الازازه. الموضوع الموضوع علم شويه اكتر ما هو روحاني. تمام. يعني علم شويه، ما انا بس عشان بس ايه يعني هو السؤال بس، يعني مش جن اللي بيحركها. هقول لك. طيب ماشي. الفضول طبعا بي هنشوف دلوقتي الموضوع. بس لو جن عشان نسيب لك الاستوديو ونتكل احنا عليه. هو كده اوريدي في جن. اي مكان في الدنيا في جن. تمام. اي مكان في الدنيا في جن. اللي هو الشيطان والقرين. لا في عمر. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم احدكم الخلاء فليقدم القدم اليسرى ولا يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. يبقى اذا مساكنهم ال ما قلناش مساكنهم فين على فكره؟ يعني الخلاء، الاماكن النجسه، الصحاري. العرب في الجاهليه لما كانوا بينزلوا واديا كانوا يقولون نعوذ بعزه سيد هذا الوادي من سفهائه، من الشيطان الكبير جدا، من الصغيرين. لذلك ربنا ستر هذه القصه وقال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كانوا بيستجيروا بهم ويلجؤوا اليهم في الصحاري والاماكن اللي هي ايه. الاعمال بتتعمل ازاي؟ يعني الناس اللي هي المؤذيه اللي بتاذي الناس الثانيه واللي بيحصل دوت المشاكل الجامده جدا والاعمال يعني بيعملوها ازاي؟ ده بيبقى فيه اتصال جن مسؤول عن الاعمال دي؟ بص هقول لحضرتك. الانسان اللي هو الدجال او الساحر عموما بيسخر جن، وعشان بيسخر جن بيوصل للكفر بالاقوال والافعال. تمام. من الاقوال والافعال، فعشان قدم اللي هو القرابين اللي هي مطلوبه منه للجن ده فبيقدر يجي يعمل له اي حاجه، فبيقدر بقى على بيستعين طبعا بالكتب القديمه زي شمس المعارف، منبع اصول الحكمه. وشمس المعارف هنتكلم فيه بس نشوف بعد الازازه. بعد الازازه. بعد الازازه الاول. حاضر. اهم حاجه الازازه. طبعا الازازه. جمد قلبك يا ربيع انا معاك. مش حاجه بخش. عادي احنا موجودين وهنشربها بعد ما نخلصها كمان عادي. انا هشرب منها بعد ما اخلصها. ماشي اتفضل. طيب الازازه طبعا بنقرا عليها، طبعا لو عملناه كده للصبح مش هتميل لاي حاجه، تمام؟ لان هي بتميل للمكان اللي فيه طلسم معين او اللي فيه سحر معين، لان النهارده لو داخل مقابر مش هفتح قبر قبر، مش هحفر قدام قبر. طب احنا هنا طلاسم ومفيش مقابر. بص انا طلبت ورقه وقلم ليه؟ هقول لحضرتك دلوقتي احنا ممكن نكتب مثلا اي طلسم من اللي احنا بنشوفه على اي سحر. هو ايه الطلسم اصلا؟ الطلسم دوت زي نظام لغه الجن، قرابين للجن، اوامر للجن بلغه معينه. ايات مثلا لا ما احنا بنشوف ايات مقلوبه. لا يعني هو ده السحره بيعملوه صح؟ السحره بيعمل حاجات كتير جدا. كفروا يعني بيكفروا بالله. اتفضل. نكتب اي طلسم، خلينا مثلا ايه، هو طلسم شائع كتير جدا عند الناس. لو عملنا كده مثلا دي طلسم معين، طبعا النجم كل ده الطلاسم طبعا في نجوم الحاجات دي، مثلا هنقول انها طلاسم مثلا. تمام. ماشي. هي مش مفهومه ما هو الطلسم ما تفهمش عموما يعني. ماشي. ده كبير قوي ده، ولا كاننا بنعمل عمل على هوا. ما
احنا بنستفيد بقى. بص هو انا مش عارف انا بيطبقوها ازاي، بس انا هحاول اطبقها يعني. هو مش شرط التطبيق بس عشان ايه نبدا الشغل حقه. يعني اقول لك ان ده مثلا عمل او حاجه ازازه تروح عليها كان يعني. الله ينور عليك، برافو عليك بالفعل ده كده. ما اتكلمتش هنا في حته ان ده مستحدث وده دليل ايه ان هو حرام ولا حلال. لان شغل كتير جدا بيقول لك ده جهل وده شعوذه وده مش عارف ايه، والنبي لما اتسحر ما اتعملش كده، وهدي كتير جدا، وكل بيقول لك ايه بيهرب خلاص ما حدش عارف هو بيقول اصلا. بس انت بتعمله الخير وبتطلع وبتفك اعمال وناس مضروره من الكلام ده. وطبعا احنا عايزين ننوه ان مش كل يعني مش كل اللي بنشوفه من الامراض ومن المشاكل اعمال، لا مفيش الكلام ده. بص هنعتبر مثلا ان دوت هو احنا في بعض الحالات ان الطب بيقف على عندها، فهو ده ممكن نروح لحد متخصص زي الشيخ احمد مثلا، راجل حافظ كتاب الله. احنا عندنا في اي مكان مثلا عينه فين مثلا؟ في اي مكان احنا نختار مثلا؟ لا ما احنا اصلا مش هنا، احنا ممكن هنا مثلا. خليه في الزرع ده. يعني يبقى حاجه كده. خليه في الزرع ده تمام كده؟ ماشي تمام، عشان احنا اللي اخترناه. فاحنا نرجع لكلامنا، مش كل يعني لازم لما الطب يقف مثلا ويبقى فيه امراض او فيه مشاكل او فيه حاجات يبقى هو دوت نروح متخصصين ونشوف هل هو ده بالظبط، عشان الناس مش عارف كل واحد تعبان كل واحد في حاجه يجري على ال انا قرأنا على الاول ده زياده قوي دي تاخد السلام. انت لا انت جاي عطشان بقى يا شيخ. انا جاي عطشان، انا لسه جاي من الطريق. الحمد لله على السلامه. بسم الله من الله والى الله ولا غالب يغلب على امر الله، بسم الحي القيوم، بسم الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الذي قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، بسم الله من الله والى الله ولا غالب يغلب على امر الله، بسم الحي القيوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. اقسمت عليكم بالسبع المثاني والقران العظيم، اقسمت عليكم بقاف وياسين، اقسمت عليكم بقران رب العرش العظيم، اقسمت عليكم بياسين وما فيها من السر العظيم، اقسمت عليكم بسلام قول من رب الرحيم، بسم الله من الله والى الله ولا غالب يغلب على امر الله، بسم الحي القيوم، بسم الحي القيوم، بسم الحي القيوم، بسم الحي القيوم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يعلم شيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الحي القيوم. الموضوع بسيط اهو، قلنا حقيقه فيها شرك. نعم ماشي. هنحط انا عملها كده. بسم الله من الله والى الله ولا غالب يغلب على امر الله، بسم الحي القيوم، بسم الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الذي قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. طيب هنقف كده. يعني حضرتك ممكن تمشي هنا كده ونشوف هي. حاضر حاضر، عشان برضه يبقى ايه. حاضر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله من الله والى الله ولا غالب يغلب على امر الله، بسم الحي القيوم، بسم الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الذي قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. طيب نيجي كده. طيب صح كده ماشي. بسم الحي القيوم، بسم الحي القيوم، يمن شيء يكون فيكون، من امر بين الكافي والنون، يا من لا تراه العيون، بحق ياسين القران الحكيم، بحق في القران المجيد، بحق القران رب العرش المجيد. طب نيجي كده. ابتدت الشغل يا شيخ، شكلك ملبوس. لا لا ما تقلقش، نجيب لنا من كذا اتجاه عشان عشان برضو ايه ما نخش نعملها في اتجاه واحد. اتحرك فعلا، ده كلام تمام، ما طلعش فوتوشوب. طيب ادي ظهري للكاميرا. طب معلش كده. طيب بسم الله. بص اهو بيعد خالص. بسم الله من الله والى الله ولا غالب يغلب على امر الله، بسم الحي القيوم، بسم الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. طب ثاني كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله من الله والى الله ولا غالب يغلب على امر الله، بسم الحي القيوم. طيب نور عليها. طيب هنطلعها بقى. ده في حاجه بتزقها فعلا عفريت. طب الازازه الطرف الازازه يا شيخ عرفت ازاي الكلام المكتوب في الورقه هنا ويراجع يعني ازاي؟ ما بيقول لك بيبقى الاعمال فيها طلاسم. ربنا يخلي معاك. لا 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 عبد الله انت مش عايز تدخلني البيت النهارده. يعني فعلا حقيقي فعلا احنا كنا مفكرين ان دي حاجه عجاله سريعه عشان احنا وقتنا جري بسرعه. خلينا نقول ان كل حاجه ليها اسرار. تمام تمام. كل حاجه ليها اسرار، ففي كل واحد شغال بسر معين. طب اللي بيعمله ده هل هو له قصد في الكتاب والسنه؟ هل هو حلال ولا حرام؟ ان سلم قال من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. تمام. فاذا النهارده انا ما اخليش حد يروح لدجال. ما النهارده لو حد راح لدجال هياخد منه قد ايه؟ هيعمل معايا. خلينا بلاش ان واحد، خلينا واحد يا فندم. ده في ناس، في نقطه ثانيه مصاره، في ناس كثيره بعد بيوتها وفي ناس خربت الدنيا كلها بسبب هاجس المقابر. اتفضل. المقابر الفرعونيه والناس هاتلنا شيخ والكلام دوت، فهل في فعلا جن وفي فعلا كل البيوت اللي في الدنيا كلها فيها اثار؟ عشان في ناس كتيره جدا الموضوع دوت خرب بيوت ناس كتيره. فمعلش في عجاله سريعه كده. صحيح صحيح. في ناس يعني كتير جدا
يجيب الشيخ ويقول له اقعد انت في هنا وده نصب ده طريق نصب يقعد ما تخافش على جنب فعجاله يا شيخ عشان يعني لا اسال على ما تقلقش للكلام اتفضل طيب حاضر في عجاله سريعه المقابر الفرعونيه والاثار والشيوخ النصابين والهري ده كله بص يا استاذنا الغالي بالنسبه للمقابر الفرعونيه وتهات شيخ وتعالى احفر والكلام ده كله الشيخ اللي هو جاي لك داخل لك البيت وبدا يقول لك ده انت عندك هنا في اثر وعندك هنا في مقبره والكلام ده كله ده انسان يا اما كاذب يا اما ضله من قبل شيطان. بمعنى انا جاي النهارده عشان اعالج حاله على سبيل المثال يعني تمام. فالحاله ديت جن اللي عليها اسطنتيقه وقال تحت بيتهم في اثار وفي مقبره وانا جيت لها عشان بحبها وطلع لها الاثار دي او انا جيت عشان بحب اطلع له الاثار دي ويبدا يوري المريض ده في المنام اثار وذهب وغرقان في بحر حاجات كتير جدا دوت اول طريق واول فتن عشان الوقت جري معانا اول طريق واول فتن من فتن الشيطان ابليس لما جه وسيدنا ادم قال له يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فالمعالج اللي داخل او الشيخ اللي داخل مضل من قبل الشيطان الا من رحم ربي. كلام يا شيخ عايز له سنين وسنين وحلقات وحلقات فاحنا وعدنا ان شاء الله لان احنا جبناك بصعوبه احنا عارفين وقتك عارفين الدنيا فان شاء الله وعدنا على الهواء ان انت تبقى معانا في حلقات ثانيه باذن الله تعالى. ايوه كنا من اهل الدنيا ان شاء الله باذن الله. شرفنا بك يا شيخ يا رب نكون فدنا الساده المشاهدين في الحلقه دي بوجود الشيخ احمد زرد يعني معانا في البرنامج وان شاء الله نشوفكم في الاسبوع الجاي. اعزائي المشاهدين بوجه الشكر اولا لحسن بربر صديقي اللي في الاردن والمغامر اللي قلبه قوي ويعني ومش عارف اقول ايه للشيخ احمد زرد يعني اول ما لبنا يعني اول ما قلنا له الدعوه جه على طول ووقته واتمنى ان احنا نكون فدناكم ووضحنا الامور كثيره وانتظرونا ان شاء الله الجمعه الجايه الساعه 8 مساء في حلقات تانية وان شاء الله نكون خفاف عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.